هذا وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى البلاد هذا اليوم في زيارة يحضر خلالها سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كيلومتر والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية لسباقات القدرة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة.